كيكة الفراولة. وكيكة الفراولة بسيطة جدا، وكيكة خلاط يعني مش هتحتاج منكم جهد يسكر. عندنا تقريبا كده قد ربع كيلو أو 14 وحدة فراولة كبار كده حلوين. عايزين 4 بيضات، عايزين كمان معلقة صغيرة من سائل الفانيليا، كوبايتين من السكر، نص كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، وكوبايتين ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وشوية سكر باودر، وفراولة للتزيين. بس كده، وهنبدأ نشتغل على طول في الكيكة بتاعتنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ كله في الخلاط. هنبدأ أول حاجة بإن احنا نحط الفراولة، معاها السكر، معاها اللبن، كله في الخلاط مع بعضه، معاها الزيت، كل المواد السائلة، لاحظوا الفراولة وكل المواد السائلة، معاها الفانيليا، معاها البيض، ونضرب كل الكلام ده مع بعض. ضربنا تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب هنا في بولة الدقيق، البيكنج باودر، وكالمعتاد في اي كيكة بنعملها رشة من الملح، سباتشولا ومضرب سلك، وجايلكوا حالا. هنخلط كل المكونات الجافة كويس. بالمناسبة الكيكة دي اللي بالفراولة بيليق عليها القرفة جدا، لو حابين تحطوا شوية قرفة دلوقتي تقدروا مع الخليط الجاف. نقلب، وزعنا البيكنج باودر والملح، وشبه نخلنا، ما المضرب السلك بيعمل كأنه نخل الدقيق، بيشيل أي كلاكيع وبيدخل جواه شوية هواء، فأمورنا بتبقى إيه تمام. هنجيب الخليط السائل اللي عملناه ونصبه هنا، ونبدأ نضرب. بالمضرب السلك نقلب كويس جدا لحد ما يبقى عندي خليط كيكة. شايفين؟ شفتوا كيكة أسهل من كده؟ خليط كيكة متجانس جدا وناعم، مفيش فيه اي كلكعة، وسائل كده بس. خلاص خلصت الكيكة. تقدروا تحطوا فيها قطع فراولة لو حابين، انا شخصيا ما بحبش، بتعمل مية كده وبتبوش الكيكة. قالب كيك، والمضرب السلك خلاص مش محتاجينه. قالب الكيك ده مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، وهنصب فيه خليط الكيك، مع مراعاة ان خليط الكيك يبقى بالكتير قوي تلتين القالب او نصه، ما يعديش كده. ينفع على فكرة تتعمل كب كيك، ينفع تتعمل في صينية انجلش كيك، ما فيش مشكلة، الطويلة او المستطيلة، كله هيديني نتيجة ما فيهاش اي مشاكل. وكده الكيكة بقت جاهزة. شفتوا اسرع من كده واسهل من كده؟ ما اعتقدش. يعني نمسح بس اي حاجه نقطت، ونشيل السباتشولا، ونشيل كل حاجه فاضيه، وهندخل الكيكه فرن سخن على درجه حراره
180، الفرن يكون سخن على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص الحرارة من تحت بس، وطبعا كيكة يعني اشغل على طول مروحة توزيع الحرارة لو موجودة. كيكة طبعا لا يمكن تتخبز، اخر وصفة في الحلقة ما كانتش هتلحق، فعاملين واحدة من قبل الهوا، عاملينها بس في صينية شكلها مختلف شوية، الصينية اللي هي بتبقى مخرومة من النص، لكن براحتكم يعني ينفع تعملوها في اي صينية باي شكل، حتى لو عايزين تعملوها كب كيكس ينفع برضو. هنقلب الكيكة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله، ونديها رشة سكر الباودر، حالا بس زي الفل، وهاجي كده كنوع من انواع الحركات يعني جواها املى فراوله. فراولات كده حلوات، وزي القمر شكلها يفتح النفس، احنا في موسم الفراوله استغلوه بقى. ممكن طبعا تحطوا شوية فراولة حواليها لو عايزين، بس يعني انا هكتفي باللي احنا حاطينها كده، شكلها يجنن وجميل، باخد كل الصغيرين انا. نملى من كل الجوانب فراولة، تخلي شكلها في التقديم روعة، كأن جبل كده فراولة وسطها بس كده. عايزه بس اوريكم الكيكه دي عامله ازاي، عشان كله بيستغرب ايه ده، يعني معقوله الضربه في الخلاط دي هتطلع كيكه؟ ده هتطلع كيكه ملهاش حل. بصوا منظر، بس انا عايزاكم تشوفوا قوام الكيكه من النص، شايفين؟ شايفين قد ايه سفنجية وجميلة، وكل اللي عملناه ان احنا ضربناها في الخلاط. انا هسيب الشريحة دي طالعة كده عشان وهم بيصوروا لكم الاكل تفضلوا شايفين شكلها عامل ازاي، فتطمنوا تعملوها. انا عارفة ان ده بيفرق جدا معاكم وبيطمنكم ان الوصفة ناجحة.